سلام بنات، من تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ديالكم نتوما والوالدين ديالكم، العائله ديالكم، الناس اللي كتبغيوهم كاملين ان شاء الله يا ربي. نتمنى تكونوا كاملين بكم في صحه جيده. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم نهاري كيف جوزتو. فاليوم هو يوم الاحد، غادي نمشي دوره الفاكتوري وغادي نمشي للكاريفور، غادي نشري بعض الاشياء اللي كنت كخصني لابن ديالي الصغير. قلت علاش الا اللي ما نديكمش معايا، وهيدا نشارك معكم المشتريات ديالي ان شاء الله ملي نجي. فملي مشيت لكاريفور صراحه ما قدرتش نصور، كنت عواله زعما غادي نصور تما، ولكن كما كنعرفوا ان يوم الاحد كتكون الدنيا عامره، فما بغيتش هيدا نبقى كنصور ويعني والناس كيدوروا. انا جبرت وصلنا لكاريفور، ماما غادي نشوف شي حاجه. المهم جيت نشوف هاد الكاسادورات، كاينين هادو، كاينين هادو، هاني ب 15، غادي نديلو هادي، هادي اللي غادي نديلو، كاينين هادو، كاينين تا شنو مالك؟ سادا نديلو هاد الكاسادورة هادو ياش. نينيا جيت لهاد جهة هاد العود صغارين، حيت كان كخصني نشري لابن ديالي الشامبوان. فهادي الكريمة كان سحب لي في الأول الشامبوان داك لي بيو، وهي كريمة ديال الماساج، هزيتها وفي الأخر عاديك قريتها جبرتها أنها كريمة اللي كيعملو بيها ماساج العيال تاهي صغارين. فبالنسبة للشامبوان هو هدا داك البيض لي عندو الغلقة زرقاء، هو داك الشامبوان. إيوا هنايا من بعد ما جيت صافي مشيت زبقت من الفاكتوري، غادي نشارك معكم شنو جبرت في الفاكتوري. شريت هادي ديال قشيوشات كبيرة الصراحة، بغيت نحلها معكم. زيونة إذا نجمع فيها قشيوشات، نجمعو فيها بزاف ديال الحاجات. هاهي كبيرة كيف ما كتلاحظوا معايا، جمعوا فيها بزاف ديال الحاجات. وجبرت هادو ديال اللح صراحه، هاد الله مزيونين حتى هما، هادو هما هيدا الكيكه ولا مهم اي حاجه كتغطيوها بهادي، عندها اليد ديالها. وشريت هاد البودي، شريتو لابن ديالي الصغير، وشريت له هاد البيليليز ديال الشتا. كما كنعرفو ان العيال الصغارين صراحة الله كيكونو كيوسخو بزاف ديال الحاجات، فشريت له هذا وشريت له هذا، وشريت له هاد البيجامة هادي صراحة، وخا هدا في الغوز المهم في الدار ماشي مشكل، هي في سريول ديالها ضمو برا. ثلاثة الإيورو تاهي، وهادو الملابس الداخلية ديال العيال ديال الدكورة، وشريت هاد الماكينة هادي بستة الإيورو صراحة الله مزيونة. بس نفتح لكم برا بوجهنا،
ساهله شحال الصراحه، وانا كنخدم نشريها. كتطحنوا بها بزاف ديال الحاجات، وصراحه الله الثمن ديالها يعني رخيص، يعني الثمن ديالها 6 اليورو، رخيصه بزاف يعني، ماشي غاليه، وفي نفس الوقت يعني هتجيني خفيفه. عندي مواكن اخرين ولكن كنعكاز عليهم، هيدا نبقى نجبدهم وداكشي، فهادي صراحه هتجيني سهله. غادي نعملها قريبه ليلي، اي حاجه بغيتها غادي نعملها تطحن فيها وصافي. ومن كاريفور مشيت اصلا على الكاسادورا للابن ديالي الصغير، هادي مع كنخرجوا دابا في الصباح. صراحه بدا كيبرد عنا الحال هنايا، الجو يعني بارد، وصراحه ما كانتش عندي الكاسادورا هيدا ديال الخروج، فمشيت شريت له هادي. كاينين بزاف ديال الكولوريس، انا بغيت نشري له هذا صراحه. شريت له الطايه ديال 9 شهور، المهم شريت له الطايه يعني وافيه، حيت كما كنعرفوا ان البيبي الصغارين دغيا كيزيدوا في الوزن ديالو. هادي شريتها له ب 15 اليورو صراحه، الله مزيونه. وتا كاسادورا كاريفور عندي مجربين الصراحه، يعني كنكون كنشريهم للابن ديالي الكبير، فصراحه كيخرجوا مزيونين، كيخرجوا صابن ورد، ما كيوقع لهم حتى شي حاجه عليها يعني، زعمت عليها. وانا كندوش له بموستيلا، ودابا بغيت نجرب هاد الماركه هادي بيو صراحه. الله شكروها لي بزاف بزاف شكروها لي بزاف ديال الناس، وشفت بزاف ديال الناس في اليوتيوب هيدا كيشاركوها. فملي تالا لي الشامبوان ديالو قلت غادي نجرب له هادي، المهم غادي نجربها نشوف كيفاش غادي تخرج. شي طب 5 اليورو واقيله و 30 غير هيدا من كاريفور، هادي كتكون في جهاد العيال الصغارين، في جهاد داكشي ديال العواول تماك، في كيكون داكشي منزل تما كتجبروا هاد الشامبوان. انا في الاول هزيت سحب لي الشامبوان، وملي فتحته ديال الماساج، كريمه ديال الماساج، هذا هو الشامبوان يعني اللي بغات تشري. انا كندوش له بموستيلا، قلت علاش لا اللي ما نجربش هادي، يعني 100% كيقولوا بيو داكشي. المهم هادو هما المشتريات ديالي، ودابا غادي نجوز باش نوجدوا الرفيسه مع بعضيتنا، يعني اليوم الحد غادي نوجد لهم الرفيسه هايده. المهم خليكم معايا تشوفوا الطريقه ديالي المتواضعه في التعديل ديال الرفيسه. المهم خليكم معايا صافي. هنا كما كتلاحظوا معايا غادي نعدل الرفيسه بجدد، الدجاج يعني الرومي العادي، غادي نعملها دجاجه صغيره. فانا يعني ماشي شي وحده محترفه كما قلت لكم يعني في الرفيسه، فغيت هنا وقلت هيدا نشاركها معكم. غادي نشرمل الجداد، عملت تما بصيله محكوكه، وغادي نعمل ثلاثه فصوص ديال الثومه. كما كنعرفوا الثومه صراحه الله كتواتى مع الرفيسه بزاف، كتجي مزيونه. غادي نعمل قزبر ومعدنوس باش غادي نشرمل هذيك، باش غادي نشرمل هذيك الجداده. غنعمل الخرقوم، وغادي نعمل السكنجبير والابزار وملون غذائي، الزعفران. انا ما غاديش نستعمل الحلبه في الرفيسه، ما غاديش صراحه الله نستعملها. هنايا كنت شيخت شويه ديال العدس، وعندي بصله مشنفه، وهادو ديك ريوس الحوانات اللي كنعملو في الرفيسه، فغادي نزيدهم حتى تنعمل المريقه. فغادي نعمل دابا مغروفه ديال السمن، يعني كل واحد والطريقه ديالو كيفاش كيوجد يعني رفيسه. هنايا باش غادي نشرمل ديك الجداده، باش غادي نعملها طيب مع ديك البصيلات وديكشي. هذيك غادي نقز باش نعجن عجينه، يعني زبقت الجداده حيت تريد يعني دغيا كيوجد، حيت كطيب وحده على وحده يعني دغيا كيوجد، ماشي فحال غادي نبقى نتسنى الجداده حتى طيب والمرقه وديكشي. فقلت غادي نزبق نطيب هيدا الجداد ومريقه اللي غادي نسقي بها، عاد كنقول باش نوجد التريد. فانا غادي نعدل التريد بالزرع، كيجي صراحه الله مزيون بالزرع هيدا، وكي ما كي كملشي قاسي سمسران وداكشي بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الامعاء. صافي يعني شرملت هذيك الجداده عادي غير باش يدخل فيها هيدا الشرموله ديالها، حتى انا ما بغيتش نقطعها. غادي نعملها صحيحه يعني فوق هذيك الرفيسه اولا التريد. دابا عملت ديك البصل مقطعه طويله، وغادي نزيد هذيك الشرموله اللي شرملت فيها الدجاجه، حتى غادي نزيد عليها شويه ديال التوابل، غادي نزيد عليها الخرقوم الابزار،
وسكنجبير وني غادي نعمل داك الريوس الحوانت حتى هما. غادي نعمل شويه ديال المليحه وشويه ديال الزعفران كما كنقول لكم دائما فانا يوم الاحد، يعني غالبا كنبغي نعمل شي غديوه هيدا تكون مغايره على الاسبوع كامل. صافي غادي نرجع التعرق. المهم هذا ولدي ملي كنكون كنعمل مونتاج دائما كيبقى يهضر كيقول عقلو كنهضر معاه. هادو بنات التوم بالقشور ديالها كنسيبها باش كتعطي مذاق في ديك المريقه اللي عندنا. ها هي ديك الدجاجه انا خليتها شويه تتعرق، عاد دابا غادي نمرقها. في الطريقه ديال طياب الدجاج عادي كنبقى كل مره كنتك فيها ونقلبها باش كطيب. انا عملت صراحه المريقه بزاف بشيده، واخا يعني طيب ديك الدجاجه ونزولها وطيب ديك العديسات. العدس الصراحه دغيا كطيب، غادي نعملها مع مرق الطيب. كاين اللي كيعمل فيها حتى الحلبه، المهم كل واحد والطريقه ديالو كيف ما قلت لكم. فانا ما كنمشي فيها الحلبه، كنكتفي غير بديك ريوس الحوانت. هنا من بعد ما عجنت هذيك العجينه عملت فيها الطحين ديال الزرع بالنخاله والطحين العادي الطحين ابيض. صافي غادي نقز باش غادي نبدا نقطع ديك التريد. انا غادي نقطعهم مكويرات صغار بشي دم اللي نطلقهم، يعني يطلقوا لي ويجيو رقي وقيل ما يجيوش غلاطين. الطريقه ديال التقطيع ديال المسمن عاديه كلشي كيعرفها. صراحه مزيانه مره مره اذا نعملوا هاد الحاجات هادو فكيكونوا صحيين. هنا من بعد ما طلقت لي شويه العجينه عملت المقله ديال الرغايف يسخن وغادي نبدا ندق في ديك التريد. ما غاديش نعملو انا بالمسمن، غادي نعملو بالتريد، يعني ديك الورقه اللي كنطيبوها على كل ورقه على اختها، يعني حتى كنجمع واحد الكميه كامله غادي كنزولو من المقله وكنرجع نطيب اخرين. يعني كل واحد كيعدله باش ما بغا كل كيعدله بالمسمن، كل واحد باش كيعدل الرفيسه ديالو. صراحه هي بهذه الطريقه هذه ديال التريد كتجي كما كتجي مزيونه، عاوتاني كتجي ساهله بزاف في التعديل ديالها. كما كنقلب ديك هذيك الورقه ديال التريد اللي عملتها كنعمل مباشره عليها وحده اخرى خضراء، عاوتاني كنقلب هذيك اللي عملت كنعمل لها وجهها يعني كيكون في القاع، عاوتاني كننزل اخرى اللي طلقتها كننزل عليها وانا ماشي يعني كنطيب كل ما كنقلبها كننزل عليها. ها هي ديك الدجاجه بنات من بعد ما زولتها فغادي دهنتها بالزبده غادي ندخل تحمر شويه في الفران. ها هو ديك التريد من بعد ما ساليته، دابا غادي نقز باش غادي نقطعها. هو كيفاش كيجي صراحه ديال الوريقه ديالو رقي وقين. دابا غادي نقز باش غادي نقطعو. انا كنقطعو عايده بالموس باش كيجيني ساهل دغيا كنسالي. تيقوني صراحه ديال بالزرع كيجي مزيون بزاف، كيجي حسن من انكم تعملوه بالعجينه. فانا عملت دابا تما بورمه ديال الكسكاس هيدا تغلب باش غادي نبخرو، عادك غادي نسقي ما كننسقيش مباشره حتى كنبخرو شويه، عادك عادك يعني كنسقي بالمريقه.
صافي غادي نقطعو كامل وغادي نعملو غادي نعملو يتبخر. وهادو البنات اللي بقاو لي فانا عملت كميه كبيره ديال التريد، غادي نعملهم في واحد الميكام اللي غادي يبردو، وغادي نعملهم في المجمد نهار اللي غادي نبغي نعدلو، غير غادي نوجد غير مريقه عاود ونسقيه. صافي هنايا غادي نبدا باش غادي نسقي هذيك الرفيسه او التريد من بعد ما بخرتو كيف ما كتشوفوا، يعني باقي سخون. ملي كنبخرو صراحه كيجي مزيون بحال اللي قلت لكم. صافي دابا غادي نبدا نسقي. كما قلت لكم انا ماشي شي وحده يعني محترفه في الرفيسه، ولا يعني بغيت زعما نشاركها معكم باش تطبقوها، يعني اللي الطريقه اللي كنعرفها بغيت نشاركها معكم. وصافي بغيت نشارك معكم الانهيار ديالي، ونشارك معكم حتى الطريقه هيدا اللي كنعمل انا في الرفيسه. كاين تبارك الله الناس اللي مختصين في هادشي هذا ما شاء الله عليهم، يعني كيعدلوا هادشي هذا باتقان، وكتكون هذه هي الحرفه ديالهم. صافي كنحاول انني كنهز اكثر، كنهز ديك البصيله والعدس هيدا ما كانوش شي مراق بزاف. كنبقى نفتح هيدا شويه بديك المغرفه باش هيدا كيعاود لي حتى شويه د المراق من تحت، يعني ديك التريد اللي كيكون تحت هو يوصل له السقه. صافي هنا نزلت هذيك الجداده، عملت شويه ديال اللوز محمر، وهنا كنزوقه ببيطه ديال السمان. كما قلت لكم يعني انا غير شاركت معكم الطريقه ديالي، غادي نزلت في هذيك البيطه ديال السمان، وغادي نعمل شويه ديال التمر بكركاع، يعني كل واحد وكيفاش كيزوق الطريقه ديالو، كل واحد وكيفاش كيعدلها. وانا زوقتها بداك الشيء اللي متوفر عندي في الدار. كما كنقول دائما نستعملوا اي حاجه متوفره عندنا في الدار، ما نبقاوش نكلفوا على راسنا، هذيك الشيء اللي في الدار نقضيو به. صافي غادي نزيد شويه ديال اللوز محمر. ها هو الرفيسه ديالي كيفاش جات البنات. نتمنى الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، نتمنى نكون خفيفه على القلوب ديالكم، نتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو ولو غير شويه. الناس اللي عاد كنضموا للقناه ديالي جدادين كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، والناس اللي يعني متابعيني من الاول ديالي فكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى اللايكات ديالكم وعلى التعاليق ديالكم مزيونه اللي كتزيد تشجعني انني نعطي اكثر. السلام عليكم، ونتلاقاو فيديو جديد.